قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. أصدرت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 ثاني بيان لها للرد على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يشير إلى تورط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وعبر مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين عن استنكاره موقف مجلس الشيوخ الأمريكي مؤكدا أنه مبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، كما أنه يتدخل في الشأن السعودي الداخلي، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. وعبر مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين عن استنكاره موقف مجلس الشيوخ الأمريكي مؤكدا أنه مبني على ادعاءات واتهامات، وشدد بيان الشورى السعودي على أن أبناء المملكة يرفضون بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أو النيل من سيادتها أو التعرض لمكانتها. وقال الشورى السعودي موقف مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعبر عن دور المجالس البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، ولا يمكن أن تكون تجاذبات السياسة الأمريكية الداخلية مجالا للزج بدولة بحجم المملكة في أتونها بما يؤثر في العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وكانت وكالة الأنباء السعودية واس نقلت فجر اليوم بيانا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن المملكة العربية السعودية استنكرت الموقف الصادر مؤخرا من مجلس الشيوخ الأمريكي، وقال إن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلا سافرا في شؤون السعودية الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت يوم الخميس الماضي على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل جمال خاشقجي، وهنشوف تفاصيل مقتله لحظة بلحظة حسب الأنباء التركية. منذ أن انتشر دوي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتوالت فصولها وسجالاتها بين أنقرة والرياض، لم تتوقف الروايات الغريبة والمتوحشة عن الصدور، وآخرها هذه المرة روت صحيفة صباح التركية سيناريو متكاملا لا يقل رعبا عن روايات سابقة مشابهة، وصفت ما قيل أنها اللحظات الأخيرة والأولى لتصفية خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول. الصحيفة التركية بدأت رواياتها التي أسندت معلوماتها كما هي العادة إلى أجهزة الاستخبارات التركية بالقول أن الفريق الذي نفذ عملية القتل بعد دخول المغدور للقنصلية وضع كيسا بلاستيكيا على رأسه ثم خلعوا ملابسه. ورسمت الرواية الجديدة صورة مرعبة، إذ نسبت إلى رئيس الطب الشرعي السعودي أنه قام بعد خلعه لملابس جمال خاشقجي بسحب دمه من الوريد وتجفيفه لكي لا يتطاير أو يترك أثرا، وسكبه في الحمام. وقالت الصحيفة أنه جلب معه معدات طبية خاصة بالإضافة لمقص ومشرط كانت بحقائب الفريق السعودي بحسب ما كشفته أجهزة الأشعة السينية في مطار أتاتورك. وجاء بين طيات هذه الرواية المفزعة أن فريق التحليل الجنائي التركي قام بفحص المياه العادمة في أحد شوارع القنصلية بواسطة روبوت، ومقارنة عينة منها مع عينة الحمض النووي لخاشقجي. وكانت صحيفة تركية أخرى هي حريت قالت في وقت سابق أن فريق الإنفاذ السعودي حقن جثة خاشقجي بدواء يعمل على تخثر الدم بعد أن تم قتله خنقا، ونشوف التفاصيل بعد شوي. وبيّنت أنه تم استخدام هذه الطريقة لكي لا يترك
آثار الدم في حال تفتيش القنصلية لافتة إلى أنه تم تقطيع جثة خاشقجي بعد فترة قصيرة من حقن الجثة. وده الخبر اللي هو منشور النهاردة 23 نوفمبر 2018. في تفاصيل تسجيلات مقتل جمال خاشقجي، دخل أولا إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، استقبله 4 أفراد من الفريق الذي نفذ عملية اغتياله في القسم ألف داخل القنصلية السعودية، ثم جذبه أحدهم فور دخوله لهذا القسم. حينها رد عليه جمال خاشقجي كما ورد في التسجيلات: اترك ذراعي، ماذا تفعلون؟ عند دخول جمال خاشقجي إلى غرفة في القسم ألف وجد في استقباله العقيد السابق وهو المتهم الأول الذي طالبت النيابة السعودية بإعدامه، حيث كان قائد عملية قتل جمال خاشقجي. وقال لجمال خاشقجي: يا خائن سوف تحاسب. فصرخ خاشقجي في وجهه، ومن ثم تطور الأمر وتم جره إلى القسم به في القنصلية السعودية الذي يضم المكاتب الإدارية. في الدقائق السبعة الأولى قبل تقطيع جثة جمال خاشقجي داخل القسم به، كان هناك نقاش حاد بين الطرفين ومشاجرة كلامية لمدة 4 دقائق، ثم حقنوه بمادة تخثير الدم التي أشعرته بالشلل، ثم وضعوا كيسا بلاستيك فوق رأسه حينها خرجت منه كلمات صعبة النطق: أرجوكم، لدي فوبيا الاختناق، انزعوا هذا عني. وقبل لفظه الأنفاس الأخيرة تلقى قائد الفريق مكالمة من رئيسه قال له فيها: ائتوني برأس هذا الكلب، حيث أمر بعدها بتقطيع جثة جمال خاشقجي ليأتوا برأسه إلى السعودية. بالعودة قليلا إلى ما قبل دخول جمال خاشقجي في هذا اليوم المشؤوم إلى القنصلية السعودية، كشفت صحيفة يعني شفق التركية أمس أن فريق آخر دخل القنصلية لم يقابله جمال خاشقجي، لكن جثة جمال خاشقجي قابلته، حيث كان فريق مكون من 4 أفراد تابع لمحمد دحلان تم تدريبه في لبنان، كانت مهمته فقط مسح الأدلة المتعلقة بجريمة القتل، كما كان مسؤولا عن المعدات التقنية والمستلزمات الكيميائية. وظل 3 أيام في تركيا عقب عملية مقتل جمال خاشقجي للانتهاء من عملية مقتله. وبالعودة إلى ما حدث أثناء مقتل جمال خاشقجي، عقب أمر الرئيس بتقطيع جثة جمال خاشقجي توقفت الفرقة عن خنقه وقاموا بإعطائه حقنة أخرى بعد حقنة تخثير الدم عملت على تخديره فقط وليس قتله، ثم قاموا بتقطيعه إلى أجزاء وأخذوا رأسه فقط داخل صندوق معد لنقله للسعودية. أما عن باقي جسده فقد وضع في القسم جيم في القنصلية السعودية، وتعامل معه فريق محمد دحلان الذي قام بوضعه في بوكسات بلاستيك ووضعوا عليها حمض الهيدروفلوريك حتى تحللت ما بين يوم 2 أكتوبر إلى 6 أكتوبر، ثم ألقوا بها في الصرف الصحي بالقرب من القنصلية السعودية في إسطنبول. ثم استكمل فريق محمد دحلان مهمته في تنظيف المكان الذي استغرق حتى يوم 14 أكتوبر. عقب التخلص من جثة جمال خاشقجي، قام الدوبلير الذي ارتدى ملابس جمال خاشقجي في مشهد تقشعر له الأبدان بدم بارد، ارتدى ملابسه قائلا: حذاء جمال خاشقجي ضيق، سأرتدي حذائي أنا وهذا لن يثير الانتباه. ثم قاموا بإعطائه التعليمات وكانت كالتالي: عليك السير ل4 شوارع، اركب تاكسي واذهب للسلطان أحمد، تخلص من ملابسك ثم عود إلى هنا مرة أخرى. أما عن تورط خديجة جنكيز في مقتل جمال خاشقجي، فقبل مقتل جمال خاشقجي ب10 أيام وفقا لصحيفة برافدا الروسية، اتصلت خديجة خطيبة جمال خاشقجي المزعومة به لتخبره بأنه يجب علي الحضور لاستكمال العمل على موضوع صحفي كانوا قد بدأوا فيه منذ فترة.
وكان جمال خاشقجي في انتظار دلائل عليه ليكون قنبلة الموسم. وكان جمال خاشقجي حينها في واشنطن مع زوجته المصرية حنان مطر. وعندما جاء إلى تركيا استقبلته خديجة جنكيز، وبعد يوم من تواجده في تركيا هاتفته السلطات التركية للتوجه للقنصلية السعودية في إسطنبول للتحقيق معه بشكل ودي، وهذا يؤكد معرفة تركيا بكل ما كان سيحدث داخل القنصلية، وزرعت الكاميرات بطريقة غير مشروعة لتوريط السعودية. ودخل جمال خاشقجي القنصلية السعودية في 2 أكتوبر 2018 ولقي حتفه، وكانت النيابة السعودية قد أكدت على تقطيع جثة جمال خاشقجي وطلبت بإعدام 5 أشخاص من بين 11 متهم. هذا الخبر من أهل مصر.